تحلو الحياة ويروى قلبي الصادي، ويشرق الكون من قاف ومن صادي. يا فتيات رتلوا القرآن خاشعة، قلوبهم في هناءة وإسعاد. سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة، وتاج عز لأجيال وأحفاد. سيروا فإن الدنا تشتاق من وله شوق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أحباب الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب المبارك حياتنا أجمل. نتكلم دائما بما هي الطرق وما هي الوسائل التي تجعل حياتك جميلة وسعيدة مع نفسك ومع من تتعامل معهم. نعم، مع من تتعامل معهم. اليوم ما في إنسان يعيش لوحده، الكل يعيش معه مجموعة، إما زوجتك، أولادك، أصدقائك، والديك في البيت، أخوانك، خواتك، بل حتى لو كنت تسافر أنت تعيش مع الناس. يعني الذي يعيش لوحده هو لديه مشكلة، لذلك إحنا ما نتكلم عن هذا الإنسان لأنه يعاني من مشكلة، قد تكون المشكلة نفسية. أنا أتكلم مع أن الإنسان الذي يتعايش، يعيش ويتعايش مع الناس، هذا كيف تكون حياته جميلة؟ هناك وسائل كثيرة يستطيع الإنسان أن يطبقها، فإذا طبقها كانت حياته أقرب إلى السعادة والفرح والطمأنينة. اليوم نبي نتكلم عن الإنسان الهين اللين السهل في تعامله مع الناس. هناك سبحان الله بعض الناس في تعاملك معه تجد أنه هين سهل لين في الحوار، لين سهل في الحوار، في طلب تطلب منه بعض الحاجات أو الإعانة أو المشورة أو المساعدة أو ما شابه، تجده له هين لين سهل، سهل الدخول إليه، سهل الحوار معه، سهل التعامل معه. حتى ينطبق حتى بعض الموظفين، لما تذهب إلى موظف تجد أن هذا الموظف ابتسامة وهين، يا هلا يا مرحبا تفضل أبشر حاضر إن شاء الله. حتى لو أن معاملتك ما تمشي، ناقصة أوراق أو أن الوقت انتهى لهذه المراجعة أو أن دوامهم انتهى أو أن الموظف اللي على الموظف الشغلة هذه مو مداوم اليوم، يتعامل معك بلطف، يتود والله يا شيخ اسمح لنا، والله الموظف طلع، والله انتهى، والله انت جاي، والله انت ناقصتك الورقة الفلانية، يعني يتودد إليك وكأنه يعني يبي يطلب رضاك. هو لا، هو هذا شخصيته، أنه سهل هين لين في تعامله. بالعكس، حتى في العكس، لما تكون أنت موظف ويأتيك بعض المراجعين، بعض المراجع يعني يتودد إليك وهو يقدم لك أوراقه للمعاملة بابتسامة وكلمة جميلة، مع خاتمة كلامه بدعوة جميلة أو أثناء كلامه بدعوة جميلة لك، يلتمس لك العذر. أنت كموظف لما تقول له والله ما يصير أو كذا أو ناقص، يلتمس لك العذر. الزوج يتعامل مع زوجته بلين ولطف ويكون سهل التعامل، حتى لو أرادت أن تطلب منه شيء الزوجة ما يشغل بالها، ما تضع مئة عذر وعذر، سهل هذا الزوج، سهل في تعامله مع زوجته. العكس كذلك، الزوجة تكون هينة لينة في تعاملها مع زوجها. الأولاد يجدون ليونة وسهولة في تعاملهم مع الأب، العمال يجدون سهولة وليونة في تعاملهم مع هذا المسؤول الذي أصبح مسؤول عليهم، بخلاف الطرف الثاني الذي هو قاسي قلب، صعب، ليس بهين، ليس بلين، الحوار معه شديد، الحوار معه صعب، إذا تبي منه حاجة يغضب، يتنرفز، يمكن يتفوه ببعض الكلمات، لأنه هو صاحب شدة في التعامل، وهذا يخالف السنة النبوية. ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي المرأة
كبيرة السن، بل المرأة التي يكون في عقلها يعني شيء وتأخذ في يمشي معها في حواري المدينة أو أزقة المدينة تحدث بحاجة، كانت تأتي إليه المرأة وتشتكي حالها، وكان يأتيها الرجل ويتكلم معه، يقول جابر بن عبد الله أو أظن عبد الله بن مسعود، أظن جابر عبد الله، يقول جاء أعرابي وشد لباس على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني مما أعطاك الله، فكان ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ويقول له أترى ذاك الوادي، اذهب وخذ منه أو خذ ما فيه إن شئت. يعني حتى أنه أن الله عز وجل وصفه بأوصاف عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. رب عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا وهو أسوة لنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك هو الذي قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار. الصحابة استغربوا، من هذا اللي هو يحرم على النار والنار تحرم عليه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل في تعاملاته يكون سهل، قريب من الناس سهل ولا يجدون في تعاملهم مع هذا الإنسان صعوبة ومشقة. ولذلك أنت يا عبد الله وطن نفسك على هذا الخلق العظيم، على هذه الخصال الحميدة. عبد الله بن مسعود يعني يقول كان لدي خادم، وهذا ذكرناه في حلقة ماضية، يقول كان لدي خادم غلام، يبدو أن هذا الخادم أخطأ في يعني بعض الشغلات، يقول فضربته ضربة بسيطة، يقول فسمعت صوت من خلفي يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا. يقول فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود يقول فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. نعم قد يكون لديك خدم يعني جعلهم الله تحت يدك، تعاملهم بقسوة، تعاملهم بشدة، ما تنال منهم لا الدعوة ولا الكلمة الطيبة. لذلك يقول عمر رضي الله عنه يقول كنا جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام فمرت جنازة، فأخذ الناس يثني عليها ويترحمون على صاحبها ويقولون عنها يعني عن صاحبها أحسن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. بعدها في مدة مرت جنازة فأخذ الناس يذمون صاحبها ويقولنا كان قاسي وشديد وفيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. فقال له عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما الذي وجب في الأولى وفي الثانية؟ قال أما الأول فقد أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، وأما الثاني ذكرتم ما فيه من شر فقد وجبت له النار. أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض. كان خادم أو قيل أنها خادمة، امرأة تخدم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، فيبدو أنه سقط منها ماء ساخن على علي، فأراد علي أن يضربها ويؤدبها، فقالت والكاظمين الغيظ، فكظ يقول فكظمت غيظي، فقالت والعافين عن الناس، قال اذهبي فقد عفوت عنك، فقالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. انظر إلى في التعامل بين الصحابة مع بعضهم، انظر إلى السلف، بل والله يا أخي إلى زماننا هذا هناك من يتعامل مع الناس بتعامل جميل يسحرك بأخلاقه وبأدبه وبلطفه وبعباراته وبحواره الجميل وبسهولته وبقربه، أينما فقدته تجده أمامك وجانبه. وهناك من الناس نسأل الله أن يعافينا وأن يعافيهم من هذه الخصال السيئة، تجد شديد غليظ صعب التعامل، حواره شديد في تعامله. فاسأل الله يا عبد الله وأنت اسأل الله عز وجل أن يسهل الأمور معك وأن يجعل قلبك هيا لين حتى تكون من أهل السعادة في الحياة الدنيا
وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله. الحياة ويا روى قلبي الصادي، ويشرق الكون من قاف ومن صادي، يا فتيات رتلوا القرآن خاشعة، قلوبهم في هناءات وإسعاد، سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة، وتاج عز لأجيال وأحفاد، سيروا فإن الدنيا تشتاق.